وفي هذا الصدد أشارت السيدة إيمان حيدر رئيس القسم الأكاديمي بكلية باتيل للضيافة، أشارت خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أن كلية باتيل تسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال دعم مختلف المشاريع السياحية. تساهم كلية باتيل في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية من خلال دعم مختلف المشاريع السياحية، مشاريع هيئة البحرين للسياحة والمعارف، المشاريع السياحية التي يستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية، حيث يتم ربطها جميعا بكفاءات محلية تتميز بمهارات يعني ذات معايير دولية. طبعا تهدف باتيل إلى رفع نسبة البحرنة في القطاع في جعل البحرين الخيار الأول للتوظيف. وطبعا في نفس الوقت تدعم استراتيجية السياحة التعليمية من خلال المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية والترويج حق كلية باتيل البحرين كوجهة تعليمية مفضلة لدى خريجين الثانوية العامة وغيرهم طبعا من يريد المتخصص. بغينا ننوه حق نقطة وايد مهمة، أن حاليا عندنا أكثر من 50% من طلبات المسجلين بحريني، والخمسين الباقين يكون من جنسيات أخرى. طبعا نعمل حاليا لتهيئة كلية باتيل لقبول ضعف العدد المعتاد سنويا